بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك نستعين وبك نستبين وعليك نتوكل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك التيسير والعون والتمام. ما زلنا نتابع كلامنا في الضمير، وهو أرفع المعارف وأولها، طبعا بعد لفظ الجلالة. المتفق عليه أن لفظ الجلالة وأعرف كل شيء، نعم، ذلك أنه لا يدخله الاشتراك أبداً. لفظ الجلالة لا يدخله الاشتراك أبداً، الله، لا. ولم يعرف أن أحداً تسمى بهذا اللفظ أبداً، لا على سبيل التحدي ولا غيره. هو أرفع الجميع، ثم يأتي بعد ذلك المفاضلة في المعارف المشهورة، نعم. فلفظ الجلالة غير داخل في القسمة أصلاً، نعم. لا إله إلا الله، نعم. ما زلنا نتابع كلامنا على الضمير، نعم. ورأينا خلافا في ضمير الغائب، قلنا ضمير المتكلم والمخاطب لا خلاف فيهما، معرفتان دائما. أما ضمير الغائب فعند البصريين أيضا هو دائما معرفة. كيف تدخل عليه ربة وهي مما يختص بالنكرة؟ دخولها شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. عند غيرهم يقولون لا، الضمير هنا نكرة، لأن مفسره ملازم للتنكير. وبعضهم يطلق، هم الكوفيون، الضمير الغائب إذا عاد على نكرة فهو نكرة مطلقة. رأينا الزمخشرية وابن عصفور في هذه المسألة إذا عاد على ما يلزم تنكيره كما هنا يريان أنه نكرة. وتكلمنا كذلك على مسألة وهي الضمير، ضمير الغائب الذي يتصل بربه، الذي يجر بربه، ربه إذا كان مفسره مثنى أو جمعا فعند البصريين تلتزم إفراده. أنا أحيانا يعني أحب أن أعيد مثل هذه المسائل، هذه الأولى، لأنها مهمة في الاستعمال، هي مهمة لك لتستعملها، هي ليست فرقا نحويا فقط، فرق استعمالي. هل أقول ربهما رجلين أم ربه رجلين؟ عند البصري لا يجوز أن تقول ربهما، استغني بتثنية المفسر، استغني بتثنية المفسر أو بتثنية المفسر عفوا عن تثنية المفسر، يعني لا حاجة إلى تثنية الضمير، المفسر يكفي، تثنيته تدل على المعنى. ربه رجلين وربه رجالا. عند الكوفيين حكوا أنه يجوز أن تطابق ربهما رجلين، ربهم رجالا، ربهن نساء، وهكذا. طيب، ثم قال: ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت. نعم، نتابع أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم نحو إنا أنزلناه، أو متقدم مطلقا نحو والقمر قدرناه، أو لفظا لا رتبة نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أو نية نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو مؤخر مطلقا في نحو قل هو الله أحد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ونعم رجلا زيد، وربه رجلا، وقام وقعد أخواك، وضربته زيدا، ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم، والأصح أن هذا ضرورة. وأقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له، وإن كان لغائب فمفسره نوعان لفظ وغيره. طيب، قال لفظ وغيره. إذن إذا كان الضمير لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له، وهو المتكلم والمخاطب. طيب، إذا كان لغائب مفسره إما لفظ أو غيره، ما غيره؟ السياق، المقام. مفسره نوعان لفظ وغيره، أي المقام والسياق، نعم. والثاني نحو،
والثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن، وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير. طيب، قال والثاني أي غيره، غير اللفظ، ما هو؟ قلنا المقام، ويكون تفسيره بالمقام في نحو إنا أنزلناه. أنزلناه، الهاء تعود على شيء غير مذكور، نعم غير مذكور اللفظ، لكن المقام يدل عليه، أي القرآن، وهذا يعني أنه غني عن التفسير اللفظي. إذا ذكر الضمير عرف إلى من يعود، إلى ما يعود. إنا أنزلناه أي القرآن، وفي ذلك شهادة له أي للقرآن بالنباهة، وأنه أي القرآن غني عن التفسير أي اللفظي، ليس غنيا عن أي تفسير، هنا لا بد له من تفسير، هذا حاضر تفسير، لكن غني عن التفسير اللفظي، نعم، غني عن المفسر اللفظي. استغني بالمقام عن المقال، فالضمير هنا مفسرا بالمقال. والأول نوعان، غالب وغيره. فالغالب أن يكون متقدما، وتقدمه على ثلاثة أنواع. حتى نركز يا كرام، أن يكون متقدما أي أن يكون المفسر، أن يكون المفسر، مفسر الضمير متقدما. نعم. يعني أنا هنا وجدت خللا في نسختي، وربما عدد من الإخوة والأخوات عندهم هذه النسخة، نسخة الأستاذ نسيم، وكما قلت على جودتها فيها أوهام. قال الضمير المتقدم وأنواعه، هذا وهم، ليس الضمير هو المتقدم، المفسر المتقدم وليس الضمير المتقدم. نعم، سيذكر بعد قليل عددا من المسائل يتقدم فيها الضمير ويتأخر المفسر، لكن هنا قال فالغالب أن يكون متقدما. ما هو فالغالب؟ أن يكون متقدما أي المفسر ليس الضمير. تنبهوا لهذا الوهم. ليش جبت شيء عكسها؟ نعم؟ لم أفهم، كأنه ليس الكلام لي. تمام، نعم، مسألة المقام بالتفصيل تدرس في علم البلاغة، صحيح، نعم، لكن أتمس علم النحو، ويعني لا شك أنكم تعلمون أن العلوم متداخلة متآزرة، نعم، يفضي بعضها إلى بعض، فنحتاج في كثير من الأحايين إلى مفردات علم آخر، نعم، والبلاغة كما قالوا بنت السياق، البلاغة بنت السياق، ولذلك مثلا عندما يذكرون أن الخبر الغرض منه إما الفائدة أو لازم الفائدة، وقد يخرج عنه لأغراض بلاغية، هذه الأغراض البلاغية بنت السياق، ولذلك يذكرون لك مثلاً 20 غرضاً بلاغياً لخروج الخبر، الكلام الخبري عن معناه، ثم يقول لك وقس عليه غيره، يعني قد تستخرج أنت وجهاً آخر لخروج الخبر عن معناه، لم يذكره المتقدمون، لا تقصير منهم، لكن لأن السياق لا ينتهي، لأن المقام لا ينتهي، مقامات كثيرة تكون. فالغالب أن يكون متقدما، وتقدمه على ثلاثة أنواع: تقدم في اللفظ والتقدير، وإليه الإشارة بقولي مطلقا، وذلك نحو والقمر قدرناه منازل، والمعنى قدرنا له منازل فحذف الخافض، أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف، وانتصاب ذا إما على الحال أو على أنه مفعول ثان لتضمين قدرناه معنى صيرناه. يعني يا كرام، الإمام شئنا أم أبينا يريد أن يحرك عقولنا ويريد أن يتعبنا حتى نصل إلى مراداته، ما في فائدة. يعني عندما أراد أن يذكر لك المفسر المتقدم على الضمير، أتى لك بآية مشكلة فيها شيء آخر خارج عن هذه القضية حتى تحرك عقلك به. ذلك كما قلنا أن هذا الكتاب كتاب تدريبي بعد شرح قطر الندى، هكذا الإمام، وعليك أن تحتمل. طيب، قال ثلاثة أنواع: تقدم في اللفظ والتقدير، وإليه الإشارة بقوله، أن يتقدم المفسر على الضمير في اللفظ والتقدير، التقدير يعني في الرتبة، نعم، وإليه الإشارة بقوله مطلقا، وذلك نحو والقمر قدرنا، والمعنى قدرنا له،
طيب لأن لاحظوا الهاء تعود على القمر وهو متقدم عليها في اللفظ وفي التقدير، ليس مؤخرا في التقدير. كيف نعرب القمر والقمرة؟ كيف نعرب والقمرة؟ مفعول به لأي شيء؟ لفعل محذوف. ها تماما، على سبيل التفسير. أحسن الله إليك يا أستاذ. مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. الفعل قدرنا انشغل بالضمير عن نصب الاسم الظاهر، هذا أسلوب الاشتغال. قدرنا القمر، قدرناه منازلا، مفعول به لفعل محذوف. فإذا الضمير هنا عاد على متقدم في اللفظ وفي التقدير. نعم. قال والمعنى قدرنا له. إذا الإمام يقول هنا إن الهاء منصوبة بنزع الخافض في محل نصب بنزع الخافض، والنصب بنزع الخافض سماعي لا يقاس عليه. فإذا أمكنك أن تخرج الأحكام أو تخرج التراكيب على غير نزع الخافض فلا تلجأ إلى نزع الخافض، لأنه قليل لا يقاس عليه. قال والمعنى قدرنا له منازلا. طيب قال فحذف الخافض أو فحذف الخافض كلاهما، أو التقدير ذا منازل يعني والقمر قدرناه. إذن يريد أو التقدير يعني لا حاجة إلى أن نقول قدرنا له، لا، الهاء مفعول به. أو التقدير قدرناه ذا منازل يعني أوجدنا القمر حال كونه ذا منازل. فحذف المضاف. طيب وانتصاب ذا إما على الحال، قدرناه منازل يعني قدرناه حال كونه ذا منازل، هذا إذا قلت أوجدناه، أوجدنا القمر حال كونه ذا منازل بتقديرنا. طيب إذا قلت قدرنا بمعنى صيرنا فيأخذ مفعولين، الهاء مفعول الأول ومنازل مفعول ثان. طيب هذا تقدم في اللفظ. وقد قرئ أيضا والقمر، هذا يدلك على أنهم متقدمون في اللفظ وفي الرتبة. نعم، هي قراءة متواترة، قراءتها أبي عمرو ونافع وابن كثير. والقمر قدرناه منازل، فهو متقدم في اللفظ وفي الرتبة حتما. قال وتقدم في اللفظ دون التخدير نحو وإذ ابتلى، صحيح نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. طيب سيدنا نعود، قال وتقدم في اللفظ دون التقدير وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا المفسر تقدم في اللفظ دون التقدير، تقدم في اللفظ دون التقدير. لما؟ لأن رتبة المفعول به مؤخرة عن رتبة الفاعل، والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. رتبة المفعول بعد رتبة الفاعل، يعني أصل الكلام وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فتقدم المفعول على الفاعل في اللفظ دون الرتبة، أما الرتبة فهي للفاعل. نعم، لما تقدم المفعول على الفاعل هنا صحت الجملة، فصار الضمير راجعا إلى متقدم وإن كان في اللفظ، صار ضميره راجعا إلى متقدم. لكن لاحظ لو قدمنا ابتلى ربه إبراهيم هذا خلاف فصيح، ابتلى ربه إبراهيم هذا خلاف فصيح حينئذ، لذلك قدم هنا المفعول به حتى يعود عليه الضمير. وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير، وموسى فاعل فهو في نية التقديم. تماما، نعم. وقيل إن فاعل أوجس ضمير مستتر وإن موسى بدل منه فلا دليل في الآية. طيب إذا الحالة الثالثة تقدم في التقدير دون اللفظ، أوجس في نفسه خيفة موسى، قل هنا مشكلة، عاد الضمير على متأخر. أقول لك نعم متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة، ذلك أنه فاعل أوجس موسى، والفاعل رتبته بعد الفعل قبل المفعول. أوجس موسى في نفسه، فالضمير في الحقيقة عاد على متقدم. أقول لي ليس متقدما، متقدم في الرتبة وإن كان متأخرا في اللفظ. فإذا المفسر، وركز هنا جيدا وإياك أن تقع في وهم العنوانات التي صنعت هنا،
ليس الضمير هو المتقدم، المفسر هو المتقدم. المفسر المؤخر لفظاً ورتبة ومواضعه. والنوع الثاني أن يكون مؤخراً في اللفظ والرتبة وهو محصور في 7 أبواب. أحدها باب ضمير الشأن نحو هو أو هي زيد قائم، أي الشأن والحديث أو القصة، فإنه مفسر بالجملة بعده فإنها نفس الحديث والقصة. ومنه قل هو الله أحد فإنها لا تعمى الأبصار. ضمير الشأن مخالف لسائر الضمائر المعروفة، ضمير الشأن لا يعود على شيء سابق، طيب، وإنما يفسر بالجملة بعده. كيف تعرف أن الضمير ضمير شأن؟ إذا جاء بعده جملة لا مفرد. لاحظ، قال قل هو، ما هو؟ الله أحد. الله أحد، الله لفظ الجلالة مبتدأ، أحد خبر مرفوع. طيب هو، ما الذي فسر هو؟ الجملة بعده، يعني الشأن الحديث الذي سأخبركم به الله أحد. وضمير الشأن لا يستعمل إلا في مواطن التفخيم والتعظيم والشدة، يعني لا تقول هو الطعام جاهز إلا إن كان الطعام فاخرا، فحينئذ أمر آخر، لا، فحينئذ القضية أخرى. إذن هو الله أحد الشأن الذي سأخبركم به. ثم لاحظ، النفس تتوق إلى التوضيح بعد الإبهام، النفس تتوق إلى التوضيح بعد الإبهام. نعم، هو الله أحد فإنها، ها ما تفسيرها؟ لا تعمل أبصار، هذا تفسيرها، فإنها لا تعمل أبصار، أي فإن القصة التي سأخبركم بها، انتبهوا أرعوا أسماعكم، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم، فإذن فإنه مفسر بالجملة بعده. طيب تقول ضمير الشأن أو ضمير القصة؟ بعضهم فرق، قال ضمير الشأن إذا لم يكن عندنا مؤنث عمدة في الجملة، فإن كان عندنا مؤنث عمدة قلنا أتينا بضمير القصة، يعني مثلا النحاة يمثلون فيقولون هي هند مليحة، لا تقول هو، وبعضهم يجيز هذا، هو يعني الشأن أو الحديث هند مليحة. بعضهم يقول لا، هنا إذا كان عندنا في المفسر هو الجملة بعد الضمير مؤنث عمدة مبتدأ خبر فاعل، حين ناتي بضمير القصة بالضمير مؤنثا على معنى القصة. والإمام هنا أباح الأمرين معا، قال باب ضمير الشأن نحو هو أو هي زيد قائم، لاحظ هو أو هي زيد قائم، أي الشأن والحديث أو القصة، فإنه مفسر بالجملة بعدها فإنها نفس الحديث والقصة. طيب والثاني، إذن هنا ما الثاني؟ هنا الضمير جاء قبل مفسره على خلاف الغالب. طيب والثاني، والثاني أن يكون مخبراً عنه بمفسره نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. طيب ما الفارق بين هذا والذي قبله؟ لاحظ الذي قبله فسر بالجملة، هنا ما هي إلا حياتنا، هنا فسر بخبره، لذلك قال أن يكون مخبراً عنه بمفسره بكلمة، هذا فرق ما بينه وبين الأول. الأول فسر بجملة، هنا فسر بمفرد، ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. والثالث الضمير في باب نعم نحو نعم رجلا زيد وبئس للظالمين بدلا، فإنه مفسر بالتمييز. طيب نعم رجلا زيد يا كرام، نعم رجلا زيد، نعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، رجلا تمييز، زيد مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو زيد مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة رجلا خبر مقدم. طيب أين فعل نعمة؟ هو، هو على ما يعود؟ على رجلا، يعني ما الذي يفسر الضمير؟ التمييز وتقدير نعمة الرجل رجلا، وعلى هذا لا يجوز أن تجمع بينهما، لا يجوز أن تقول نعمة الرجل رجلا، الفاعل هنا مستتر وجوبا، نعم رجلا زيد، يعني نعم هو أي رجلا،
فالضمير هنا عاد على متأخر لفظا ورتبة، عاد على التمييز على مفسره الذي بعده. وكذلك بئس للظالمين بدلا، بئس هو بدلا، أي بئس البدل بدلا. نعم. فإنه والرابع رب نحو ربه رجلا، فإنه مفسر للتمييز قطعا. نعم، مر بنا هذا وشرحنا. الهاء تعود على متأخر وهو رجلا. والخامس الضمير في باب التنازع، إذا أعملت الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع نحو قاما وقعد أخواك، فإن الألف راجعة إلى الأخوين. طيب الآن يا كرام، نحن إذا قلنا دقيقة من فضلكم، إذا قلنا قام وقعد أخواك، لحظة من فضلكم، قام يريد هذا الاسم المرفوع على أن يكون فاعلا له بحكم التقدم والأسبقية، يريده فاعلا. وقعد يريد هذا الاسم المرفوع يكون فاعلا له بحكم القرب، بحكم القرابة، هو قريب منه. طيب هذه الجملة عند جمهور النحويين غير صحيحة بهذه الطريقة، لا يصح. الآن إذا أعملت الأول، يعني إذا أعطيت الفاعل للأول، قلت قام وقعدا أخواك، أعطيت الفاعل هذا اسم الظاهر، جعلته فاعلا للأول، فتضمر في الثاني كل ما يحتاجه، واحتاج هنا إلى الفاعل قعدا. طيب وحينئذ ماذا يكون في المسألة؟ عود الضمير وهو الألف على متأخر لفظا متقدم رتبة، عيد على متأخر لفظا متقدم رتبة، وهو ما ذكرناه قبل قليل. نعم، إذن يعود الضمير، عفوا الضمير هنا على متأخر لفظا متقدم رتبة، مثل فأوجس في نفسي خيفة موسى، وهذا جائز لا مشكلة فيه، هذا عادي، هذا من ضمن العادي يعني. طيب الآن إذا أعملت الثاني، يعني إذا جعلت أخواك فاعلا لقعدة، فستكون تضمر في الأول الفاعل، إن احتاج إلى الفاعل قدرته، إن احتاج إلى غيره لا تقدر، تدير هنا بالضرورة قاما وقعد أخواك، قاما وقعد أخواك. ما المشكلة هنا؟ هنا مشكلة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأنه في الجملة الثانية بعده قاما وقعد أخواك. إذن هنا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، على متأخر لفظا ورتبة. طبعا البصريون يقولون بإعمال الثاني قام وقعدا أخوان، الكوفيون يقولون بإعمال الأول بسبقه. نعم، فقال الضمير في باب التنازع، إذا أعملت الثاني الفعل الثاني بأن جعلت هذا الاسم المرفوع فعلا له، نعم، واحتاج الأول إلى مرفوع. لماذا قال احتاج الأول إلى مرفوع؟ لأنه إذا احتاج الأول إلى منصوب لا تقدر، يعني لا تعطيه ضميرا غير المرفوع. لماذا؟ لأنه حينئذ هذه الضمائر ستعود على متأخر، وهذا في غير المنصوص عليه، فهي ضرورة تقدر بقدرها. قاما، طبعا هنا نحن مضطرون لتقدير الألف إذا عملنا الثاني، لأن الألف فاعل عمدة لا يمكن أن تسقط، تقدر هذه الأمور بالضرورة، تقدر هذه الأمور بقدرها. نعم، أنا أعجب لإنسان يعاين هذه العلوم، هذا العلم على وجه التحديد وكثير من العلوم الإسلامية، ولا يكون ذا عقل وفطنة وفهم وحكمة. هذه العلوم تعلم الإنسان كيف يفكر قبل هذه القوانين الظاهرة والشكلية، قوانين في التفكير. نعم، سبحان الله. فإذا تقدر بقدر الضرورة، قدر الضرورة، ولو احتاج الأول إلى مرفوع، ولذلك قيده باحتياج إلى مرفوع، فإذا احتاج إلى منصوب لا تقدر. يعني مثلا تقول مثلا أكرمت
وجاء أخوك. لاحظوا، أخوك تنازعه أكرمت وجاء، جاء يريده فاعلا وأكرمت يريده مفعولا. طيب إذا عملت جاء يعني أعطيت أخوك لجاء، جاء أخوك، هل تضمر هنا فتقول أكرمته وجاء أخوك؟ لا، لأنه هنا ستقدر المفعول. أخي أنت قدر بقدر الضرورة فقط. نعم. طيب والثالث؟ والسادس الضمير المبدل منهما بعده، كقولك في ابتداء الكلام ضربته زيدا، وقول بعضهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. تماما، ضربته زيدا، هنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، من المواطن السبعة التي يجوز فيها ذلك، لها أعد على زيدا على البدل، وزيدا بدل من ضمير الغائب. نعم، والإبدال من ضمير الغائب جائز مطلقا. نعم. والسابع الضمير المتصل بالكلام، عفوا، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، الرؤوف بدل من الهاء في عليه. نعم، وهي حكاية عن العرب، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. نعم، والأخفش يجيز أن يكون هذه الكلمات صفة، أن تكون هذه الكلمات صفة للضمير، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، وأظن هذا أيضا للكسائي، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم ضربته زيدا. ومن لطيف ما قاله عن عدم جواز المفعول، عفوا، كان هناك أسئلة كثيرة. طيب، المقام السياق يدرس عندنا، صحيح، على أنها تعفو الكلوم، وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. إيه والله، على أنها تعفو الكلوم. نعم، أحسنت، أحسنت وحدني، صحيح، على أن القصة، لاحظ تقضي هنا ضمير الشاني في المواطن العظيمة. نعم، زان نوره الشاذ الجار. نعم، أحسنت أستاذ. نعم، هذا من الشاذ، هذه مسألة سريعة سنذكرها بعد قليل أستاذ. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. هل عدم جواز المفعول لأنه فضل؟ نعم، لا نقدره لأنه فضل. من السادس، لم أفهم هذا، ليس من السادس، لم أفهم ما ترمي إليه السادس. طيب، من اللطائف الضمير لا يوصف ولا يوصف به كذلك. نعم، نجم الدين القحفازي الحنفي نحوي فقيه، استعمل هذه القاعدة النحوية فقال أضمرت في القلب هوى شادن مشتغل بالنحو لا ينصف، وصفت ما أضمرت يوما له فقال لي المضمر لا يوصف، وصفت ما أضمرت يوما له فقال لي المضمر لا يوصف. وهذا ما يسمى عند النحويين بفن التوجيه، غاصت هذه القوانين في عقول النحويين فاستعملوها في حياتهم اليومية. وصفت ما أضمرت يوما له فقال لي المضمر لا يوصف. نعم، فهذه الأسماء بدل من الضمير وليست صفة. والسابع، والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح، كقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فأعيد الضمير من ربه، تمام، فأعيد الضمير من ربه إلى عدي وهو متأخر لفظا ورتبة. هنا يكون الأمر مشكلة. قال والأصح أنه ضرورة، يعني يقتصر عليه في الشعر، وللشاعر ما ليس للنافر. جزى ربه عدي بن حاتم، أعاد الضمير على عدي، والضمير هنا متصل بالفاعل لا بالمفعول، فهو مما ذكره الأستاذ، وشذ نحو زان نوره الشجرة، عاد الضمير على المفعول وهو متأخر لفظا ورتبة، فهذا ضرورة قال على الأصح. طيب، ماذا يقابل ذلك؟ يقابله أن الأخفش وأبا عبد الله الطوال من الكوفيين وأبا الفتح بن جني وتبعهم ابن مالك في التسهيل أجازوا ذلك في السعة، يعني يجوز لك في سعة الكلام تقول أن تقول ضرب أبوه زيدا. عند هؤلاء يجوز في سعة الكلام ضرب أبوه زيدا. نعم، على أن هذا البيت بكل ما فيه، طبعا قائله النابغة على الأغلب، النابغة الذبيان، بعضهم قال جزى ربه، الهاء لا تعود على عدي، الهاء تعود على الجزاء المفهوم من جزى، لأن كل فعل مضمن مصدر، جزى رب الجزاء عني عدي بن حاتم. وبعضهم قال
جزاء ربه أي ربي فالتفت، هذا على طريقة السكاكي في الالتفات، التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. جزاء ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاوية وقد فعل. والشيخ محي الدين رحمه الله تعالى اعتذر عن إنشاد هذا البيت وقال نختم به، قال إن عدي رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه سنة 9 من الهجرة وقيل سنة 10، ثم اعتذر وقال كان الأحرى بالمصنف أن لا ينشد هذا البيت، وقال لا سيما مع وجود أبيات أخرى. قال ثم إنه من كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أن لا تروى مثل هذه الأشعار التي فيها الطعن فيهم أو في بعضهم، ولا سيما أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك، إذ شواهد المسألة التي نحن بصددها كثيرة ولله الحمد. أنشد منها ابن مالك في شرح التسهيل 6 دفعة واحدة، فينبغي الإمساك عن الاستشهاد بهذا البيت وألا يروى إلا على سبيل الإنكار على قائله هذا. وقد كنت ممن يستشهد به وينشده قديما في بعض المجالس قبل التنبه بما فيه، فإني اليوم أتوب إلى الله عز وجل من ذلك وأقول جزى ربه عنا عدي بن حاتم جزاء صحابي جليل لما فعل. الله سبحانه وتعالى أعلم، والمسألة فيها تفصيل، والحمد لله رب العالمين. أستاذ، من قائل البيت قلتم؟ على الأغلب هو النابغة الذبياني. الذبياني؟ نعم، على الأغلب هكذا قالوا. شيخنا بس لو تعيد البيت الأخير سيدنا، قطع الصوت ما أسمع البيت كامل. جزى ربه عني عدي بن حاتم إلى آخره. طبعا لا شك أنه قاله فيه قديما. نعم، قاله فيه قديما. أقصد البيت الجديد المعدل الذي عدل عليه. جزى ربه عنا عدي بن حاتم جزاء صحابي جليل لما فعل. جزاء صحابي جليل لما فعل. ولا تمام، الله يجزيكم. ولا أستحسن تغيير البيت إلا على نسبتي إلى الشيخ محي الدين لا إلى قائله. نعم، ورضي الله عن سيدنا عدي وصحابة رسول الله وآله أجمعين. وجه الاستشهاد في ماذا؟ لا، ليس وجه الاستشهاد في مصر، إنما هي قضية أنه استعمل النحو في مسألة غير نحوية. نعم، وصفت ما أضمرت يوما له فقال لي المضمر لا يوصفه. نعم، هذا ما يسمى بفن التوجيه وفن بلاغي. المضمر لا يوصفه، فكيف تصف لي ما أضمرت في قلبك تجاهي؟ المضمر لا يوصف. نعم، الله يكرمك، سلمكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، سؤال. الله يكرمك يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. الله يكرمك، يا مرحبا، أهلا بكم. جزاكم الله خيرا سيدي، وبارك فيكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا سيدنا أجمعين، إن شاء الله عز وجل.